سنين بيكبروا. خليه يدخل. مساء الخير جد باشا. مساء الخير. خير شو مصاريف بيت مراد باشا؟ وانا شو علاقتي بمصاريف مراد باشا؟ اوف 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 مراد باشا الله يرحمه كان يصرف 10,000 قرش بالشهر. كان عنده حرام لك. الله يرحمه كان صريف. أنا تجاوزاً رح أختمها. ودوها للديوان الوالي. سمعت إنه أكل العسكر عم ينطبخ من دون لحمة. الميزانية ما تسمحش. ميزانية. بعتقد انه لو ما عم تسرقوا من الميزانية كان كفت انكم تحطوا شوية لحمة باكل العسكر. روح شوف شغلك.